كيف ما كتشوفوا المقابله كانت صعيبه في بريمير ميطون، كيف ما حيت الفريق تاهو جاي خاسر دار بلوك با، ولكن الحمد لله احنا كنا عازمين باش نديو 3 نقاط حيت البطوله وكاس العرش هما اللي بقاو لينا، وان شاء الله ان شاء الله نحققوا ان شاء الله هاد اللقب هذا ان شاء الله باش نهديو الجماهير الرجويه اللي كعات علينا، والدراري راه ما كيبخلوش بالمجهود ديالهم وان شاء الله يكون الخير، ونعتبروا تصالح مع الجمهور، ولكن ان شاء الله تنكونسونطري على البطوله تنديو ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.